السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم مع فريق وحدة الدمج التكنولوجي، مركز التطوير التكنولوجي بدمياط، في لقائنا 11 مع حضراتكم. وبإذن الله إن شاء الله النهاردة هنشتغل أداة مهمة جدا من أدوات مايكروسوفت، وهي ون درايف. هتشتغل معانا الأستاذة نجلاء الشامي، عضو فريق الجودة، عضو قسم الجودة بالمديرية، مديرية التربية والتعليم بدمياط، مدرب معتمد مايكروسوفت، معلم خبير من مايكروسوفت، ومدرب MCE في فريق وحدة الدمج التكنولوجي. اتفضلي يا أستاذة نجلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. الحقيقة إحنا بنبقى مبسوطين جدا من دعم حضراتكم لينا، وده اللي دايما بيشجعنا ويخلينا بنقدم كل مرة حاجة، بنتنافس مع كل الناس علشان نرضيكم وعلشان تعجبوا باللي إحنا بنعمله. في الأول وفي الآخر إحنا كنا معلمين عاديين جدا، واتدربنا على إيد مس ميرفت وتعلمها منها الحقيقة ازاي نبقى مدربين وازاي نستخدم التكنولوجيا في التعليم. دخلت المسابقة بتاعة مايكروسوفت وكانت يعني تجربة حلوة جدا. اللي عاوزة اقوله من كده او اللي هبدأ بيه النهاردة، احنا بنستخدم ادوات مايكروسوفت مش بس علشان يعني استخدم التكنولوجيا لمجرد التكنولوجيا، لا، انا بستخدم ادوات مايكروسوفت علشان اطبق اللي هقدر اطبقه فيها في الدرس. يعني انا مثلا لو عندي تطبيق زي تطبيق وان درايف، لازم وانا بستخدمه اشوف انا هستخدم منه ايه هو اللي هينفعني، ايه الاداة اللي انا هستفيد بيها وهتفيدني. مش لازم أكون عارفة كل حاجة عن التطبيق، لكن لازم أكون عارفة هستخدمه إزاي وفي إيه، وهيفيدني وهيفيد الطلاب بتوعي إزاي. برنامج النهاردة أو أداة النهاردة من أدوات مايكروسوفت أوفيس وان درايف. وان درايف الحقيقة بدأنا نستخدمه في 2007، في أغسطس 2007، ظهر في أغسطس 2007. بدأ إن هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن مساحة تخزينية كبيرة بتسمح لنا بتخزين الملفات والدروس وكل الداتا على السحابة أو الكلاود الكبير. وكانت في الأول حوالي 7 جيجا، ودلوقتي بقت 1 تيرا. وان تيرا ده مساحة كبيرة جدا أقدر أستفيد بيها، بحط فيها كل حاجة، كل الملفات اللي أنا عايزة أحطها. يعني ما عنديش حاجة معينة ممنوعة، لا، كله أقدر أشتغل بيه. الوان درايف انا الميزه فيه ان هو بيبقى متنقل معاك في اي مكان، لمجرد بس ان انت بتبقى عارف الايميل بتاعك وحافظ طبعا الباسورد، تقدر تدخل على اي كمبيوتر وتاخد اي ملف انت رافعه عليه. يعني لو انت في الشغل مثلا وعايز تفتح ملف او تجيب ملف سايب عندك على الكمبيوتر، لو انت رافعه على الوان درايف اكيد هتقدر توصل له من اي مكان. طيب انا ازاي هرفع الملف؟ مكان الوان درايف ده فين؟ هستخدم الوان درايف ده في ايه؟ هو ده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. احنا اتفقنا ان احنا لما بنيجي نستخدم ادوات مايكروسوفت بنفتح المربعات الصغيره هنا دي اللي فيها الادوات، منها الوان درايف اللي هي شكل الكلاود، اللي هي شكل السحابه دي. لما بنفتحها بتظهر لنا الواجهه دي. الواجهه دي فيها اكتر من حاجه، طبعا مش ضروري اكون انا عارفه كل الحاجات اللي فيها، لكن ضروري ان انا هشوف انا هستخدم منها ايه، ايه اللي هيفيدني منها. طبعا ماي فايلز دي الملفات اللي انا بالفعل رفعاها على الوان درايف، لانها بالنسبه لي مهمه واخاف لو الكمبيوتر بتاعي حصل له حاجه انها تضيع مني. هنا الريسنت دي لو هي اخر الانشطه اللي انا فتحتها، يعني لو انا فاتحه اي ملف كان اخره اخر حاجه فتحتها ايه، عملت اخر نشاط انا عملته ايه، هنا بتظهر عندنا اخر الانشطه فتحتها. الشير
ده هنتكلم عنه بشكل كبير لأنه مهم جدا لينا. يعني الشيرد دي حاجات أنا مشاركاها مع ناس تانية غيري، يعني ممكن أعمل أحدد أدوار للناس التانية دي، سواء أنهم يشوفوا بس أو يطلعوا بس على الملف أو أنهم يعملوا إيديت فيه. ده هنعرفه إزاي. ريسايكل طبعا معروفة اللي هي المهملات. إزاي اللي بعد كده، دي دول كلهم الفرق اللي أنا عملاها على التيم واللي أنا بشارك معاهم بعض الملفات. يعني في ملفات أنا بشاركها مع الفرق دي، طب تظهر هنا على الوان درايف وبتظهر الملفات اللي أنا مشاركها معاهم. المهم اللي هو إزاي إن أنا أحمل نسخة للوان درايف على الكمبيوتر أو على الموبايل من المكان ده. هو get the one drive apps، لما بكليك عليه بيظهر لي على طول نوعين دوت على طول، ان انا بس بعمل له بس تحميل وبيظهر عندي على الكمبيوتر او على اللاب. انا طبعا مش هحمله ان هو ارجع تاني. طيب انا بقى هستفيد ايه من الوان درايف؟ ازاي انا هرفع الملفات عليه؟ ده اللي هعرضه مع حضراتكم. هنبص هنا على التابة دي اللي هي new. لما هفتحها هيظهر لي هنا folder. يعني ايه؟ اولا folder يعني هعمل new folder وهكتب هنا على طول الاسم بتاع الفولدر اللي انا عايزة اسميه. مثلا انا هعمل فولدر باسم وحدة الدنك، هقول له كرييت، على طول هو كرييت لي وحدة الدنك. من هنا بقدر أشير الفولدر ده مع أي حد أنا عاوزاه. تمام، بيفتح لي على طول الشباك الحواري ده، بيقول لي هو حضرتك عايز تشير ده اللينك ده مع أي حد مع اللينك يقدر يشير، أو لو ضغطنا على السهم ده هيديني كمان يعني أوبشنز جديدة، اللي هو مثلا أنا عايزة أشير ده مع الناس اللي في نفس المؤسسة بتاعتي تي 1 أو ناس تانية في مؤسسة معايا بس، أو ناس أو مثلا أفراد مخصصين بالنسبة لي، أو أنا عايزة ناس معينة بس هي اللي تشير معايا. لو انا فتحت دي مهمه جدا الاوبشن ده، لما بفتحه كده بكليك عليه وبقول له ابلاي، بيفتح لي شباك تاني يقول لي مين هم الناس اللي انت عاوز تضيفهم. فهكتب مثلا انا عايزه مس ميرفت معايا، كده هي اضافت معايا، يعني هشير معاها الفولدر ده. مروه مثلا، تمام، في حد فاتح المايك بعد اذنكم؟ وهعمل على طول سند، كده راح ايميل لمس ميرفت وراح ايميل لمس مروه بالفولدر. حضراتكم سامعيني ولا انا عندي مشكله؟ لا سامعيني يا مس، سامعيني تمام، اتفضلي حضرتك. تمام، طيب انا كده عملت شير لاثنين بس من زمايلي، هما دول اللي هيشيروا معايا الفولدر ده. هقفل تاني وهنرجع تاني للشير مره تانيه في مكان تاني. بس لاحظوا كده هنا هنلاقي ان وحدة الدمج دي
على طول اتحول في اخر ال في اخر الصف كده هنلاقي شير. لما افتحها هتظهر معايا شباك تاني. ده بعرف منه ايه او بعمل منه ايه؟ ده انا ممكن اخد منه كوبي وابعته تاني لنفس الاشخاص او لناس تانية انا عايزة اخليهم يبقوا يشاركوا معايا، او ممكن اخد اللينك ده وابعته لمروة ومس ميرفا تبقى بحاجة. طيب انا عايزة بقى اعرف حاجة مهمة، لو انا حبيت ان انا اغير الرولز بتاعت مس ميرفا ومس مروة، بعمل على البلاس دي كده وبقول يا ترى حضرتك عايزاهم، عايزة تعمل لهم ان هم او توفر لهم انهم يعملوا ايديت يضيفوا او يعدلوا او يغيروا في الفولدر، ولا عايزاهم بس يشوفوا يعني فيو بس الفولدر. فانا بحدد من هنا الادوار بتاعتهم، تمام؟ يعني وممكن كمان ان انا اخلي مثلا اي حد فيهم لا ما يشوفش الفولدر دلوقتي. يعني من هنا انا بحدد الادوار، اما اني اخليهم يعدلوا فيه او امنعهم من رؤيته لمده معينه، او انا مثلا غيرت رايي وهرجع مش هخلي حد يشوفه، فمن هنا بغير الادوار بتاعتهم. بكده النقطه دي تبقى واضحه، ولا في حد يحب اعيدها تاني؟ ده تاني لو سمحت يا بس. حاضر هعيدها تاني. معلش بس من تحت لموضوع الايميل ما حضرتك وقفتيه. حضرتك قولي تاني السؤال. من تحت موضوع الايميل ما رفعتيه لمس ميرفت واخترتيه. حاضر انا هعيد حضرتك تاني الشير، لان هو الشير موجود في اكتر من مكان. تمام الحمد لله. احنا اول حاجه قلناها ان انا هرجع تاني لكلمة ماي فايل. قلت من عند بلاس هنا لما بفتحها واجي هيظهر لي على طول شباك حواري فيه بيقول لي انت عايز تنشئ ايه جديد، فولدر جديد ولا وورد ولا اكسل ولا باوربوينت. دي كلها اوبشنز موجودة عندي متاحة. انا عايزة انشئ فولدر جديد، فبعمل على طول بكليك على الفولدر الجديد وبسميه تمام وبقول له كرييت، فبيظهر عندي بالشكل ده، انا سميته وحده الدمج اهو. تمام على طول جنب وحده الدمج بيظهر لي علامه الشير. لما بعمل شير من هنا بقدر اختار عندي اكتر من اوبشن اقدر اشير بيه، او اول حاجه ان انا اي حد مع اللينك ده يقدر يبقى هو يعني اللي معاه اللينك يبقى هو مشارك فيه او شايفه يعني. تمام او نفتح حاجه ثانيه ان انا بس الناس احدد الناس اللي معايا على التي 1 تمام، او في ناس في المؤسسه اللي معايا بس، او ناس معينه هم دول اللي انا عاوزاهم يبقوا معايا 2 3 اللي انا هحددهم، ناس محدده اللي هي specific people. فلما بكليك عليها بيظهر لي واعمل ابلاي، لازم اعمل ابلاي، بيظهر لي على طول شباك حواري تاني بيقول لي انتر النيم او الايميل ادريس بتاع الافراد اللي انت عايزهم معاك. فانا هختار او اخترت مثلا نهى، رانيا مثلا، هضيفها بكتب بس الاسم او بكتب الايميل وبعمل سند، بيروح على طول لرانيا ايميل بيقول لها ان في فولدر انت نجلاء عملت لك فيه شير. تمام
على طول برضو بيظهر هنا كلمة شير، لما بفتحها بيفتح لي شباك حواري بقدر أعمل منه حاجات كتير. أول حاجة إن أنا أخد لينك تمام للفولدر ده، أو إن أنا بحدد من هنا الأدوار بتاعة مروة ورانيا وميس ميرفت من هنا من البلاس دي. الأدوار بتاعتهم إما إنه يقدر يضيف، بفتح هنا الأسهم الصغيرة دي، إما إن هو تقدر تضيف على الفولدر أو تعدل فيه، أو إن أنا أمنعها من إنها تشوفه على حسب ما أنا عاوزة. بس كده وبعمل وبقفل، يعني هي دي بس فايدتها أو استخدامها. طيب كده النقطة دي أعتقد كده تمام، ولا في حاجة تانية؟ تمام يا مستر. نيجي بقى لحاجة تانية مهمة. هو أنا بس ممكن أنشئ فولدر جديد فاضي؟ لا، أنا ممكن أنشئ وورد على طول على الوان درايف زي ما حضراتكم شايفين كده، أو إكسل أو باوربوينت أو أي حاجة من دي. لما بعمل كليك عليها تمام بيفتح لي على طول وورد، ملف وورد نفس اللي أنا عملته في ملف في الفولدر يتطبق على الوورد، يتطبق على الإكسل، على الباوربوينت. يعني إن أنا لما باجي أشيره إن أنا عايزة مس مروة تضيف معايا في الوورد ده أو في الباوربوينت أو أي حاجة، عندي هنا علامة الشير موجودة. ده طبعا الجزء المختلف أو المميز عن الوورد اللي موجود عندنا على اللاب في العادي، ان الورد اللي على اللاب انا ما بقدرش ان انا اشيره مع حد، لكن على الوان درايف انا بقدر اشيره معاه مع زملائي. بيظهر لي نفس الشكل او الشباك الحواري اللي انا وريته لحضراتكم من شويه، وبرده في كل الاوبشنز اللي انا قلتها لكم، اللي هو ان انا ابعت بس اللينك، او ان انا احدد ناس معينه انها هي بس اللي تقدر تعمل إيديت، أو إن أنا أخفي عنها أصلاً الملف. تمام؟ هنرجع تاني لحاجة مهمة. طبعاً كل اللي أنا قلته لحضراتكم ده بيتطبق على الوورد، يتطبق على الإكسل، باوربوينت، كل ده أقدر أطبقه إن أنا أعمل الشير بنفس الطريقة. منين كده بقى؟ أنا بعمل بي إيه؟ الحقيقة أنا ما كنتش شفته قبل كده، بس أنا جربته ولقيته جميل جدا. اللينك ده كمان يعني استفدت من أكتر من حد فيه، فلما افتحه كده ممكن اللي فاتح المايك يقفل. طيب اللينك ده بيقول كرييت لينك، يعني ايه؟ يعني انا هعمل بيه ايه؟ احيانا بنبقى احنا عندنا مثلا موقع معين انا عايزه زملائي يدخلوا عليه على طول، مش عايزه ان انا يعني اخليهم يقعدوا هم يعملوا سيرش عليه او حاجه. فمثلا انا عندنا وحده الدمج بتاعتنا، القناه بتاعتنا هي دي، فانا عايزه زملائي اللي معايا في المكتب او اللي معايا في المدرسه يدخلوا على القناه على طول، علشان فيها مثلا دروس مهمه وانا عايزاهم يشوفوها. فبدل ما انا بقول لهم روحوا دوروا على وحده الدمج، وفي اسماء طبعا كتير بتبقى متشابهه، فانا بس بفتحها على بفتح الموقع اللي انا عاوزاه، وباخد كوبي لللينك بتاعها، وبرجع على طول هنا Thank you.
برجع هنا على طول على كرييت لينك وبعمل باست ليه لللينك وبكتب اسم وحدة الدم تمام وبعمل كرييت بتظهر على طول عندي هنا في الملفات اقدر على طول ان انا اكليك عليها واشيرها كمان مع ناس معينه زي برضو الوورد او الباوربوينت زي ما قلت لكم من نفس العلامه دي بس بتبقى سهله ان انا بدخل عليها على طول يعني اهو انا عملت كليك فدخلت على القناه على طول تمام طيب هل ده بس اللي انا بقدر اعمله على الوان درايف لا امتى بقى انا برفع ملف ازاي برفع ملف على الوان درايف واحفظه عندي وازاي ان انا مثلا برتبهم بالشكل اللي انا حباه في عندنا هنا كلمه ابلود من هنا بفتح السهم فبيظهر لي حاجتين هو حضرتك عايز تعمل ابلود لفايلز ولا لفولدر زي ما انت محدد او انت حسب النوع اللي انت عايز ترفعه لو انا اخترت مثلا فايلز عشان يبقى خفيف بيظهر لي على طول الكمبيوتر بتاعي ويقول لي انت عايز ترفع ايه من الملفات بتاعتك دي اختار مثلا ده بيبدأ على طول يظهر لي هنا ويقول loading one item two documents أهو وظهر عندي على طول كمان هقدر زي ما قلت لكم إن أنا أرفع كمان folder بيظهر لي على طول الفولدرات اللي أنا عملاها أهو مثلا وهقول له upload وكمان upload ويبدأ يرفع لي الفولدر وهتلاقيه طبعا هنا اهي بقدر من هنا اشيره واخلي اي حد من زملائي يبقوا معايا ويشوفوا انا رفع عليه ايه على طول هنروح على التابة اللي بعديها ودي مهمة جدا طبعا مش كل التابات تهمنا في حاجة بس التابة دي مهمة ليه ان التابة دي السينك دي بنعمل منها ايه ان لو انا عندي فولدرات انا كتباها او حاملاها على اللابتوب بتاعي لما بضغط على السينك دي بيعمل لي عملية مزامنة لكل حاجة عندي على الكمبيوتر يعني كل الحاجات اللي انا عاملاها على الكمبيوتر بعمل لها مزامنة يعني بتترفع على الدرايف تمام هي مشكلتها ان هي بتنقل الكمبيوتر فمش هي مش يعني مش مستحبة الا اذا كنت انت عاوز فولدرات معينة عايز تبقى حافظها على الكمبيوتر وحافظها على الوان درايف لو انت بتستخدمها اكتر اوفلاين تمام الجزء ده اللي هو اوتوميت دوت احنا هنشرحه لوحده لانه ليه يعني مجال كبير وواسع وعلى العموم انا برضو بشوف ان مش كل التبات انا هستفيد منها كمعلم في حاجات ممكن استغنى عنها ومش ضروري هنيجي بقى لبعد كده اللي هي سورت اللي هو ازاي ان انا ارتب او اختار ترتيب الملفات بتاعتي وده طبعا بيدينا اكتر من اوبشن اول حاجه انه يترتب من خلال النوع او على او بالاسم او بالتاريخ التعديل او بالشخص اللي عدل او بالسايز بحجمه دي كلها انه يعني ممكن اختار اي حاجه انا حابه ان انا اشوف ترتيب الفايلز بتاعتي بيها ده كل الكلام المهم عن الوان درايف هرجع اقول لحضرتك في ادوات كتير في مايكروسوفت اوفيس ممكن انا
تبقى فيها أدوات أنا مش بستخدمها كمعلم، بس مش ضروري برضو إن أنا أكون عارفة كل الحاجات عن البرنامج، لكن ضروري إزاي أعرف أنا أستخدمه، هو ده المهم. بشكركم جداً على وقتكم.